سعيد في حياتي رغم أنني أفارق أولادي الكتب. سعيد في حياتي لأنه الكتب سيودعون في يد أمينة بهذه الدار العتيدة التي يشرف عليها الأستاذ محمد الفران، والتي سنة عن أخرى تتقدم. والفضل كله، الفضل الأكبر يرجع لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي يعتني بالثقافة عامة بمدينة الأنوار العاصمة المملكة المغربية خاصة، واهتمامه بالثقافة في جميع مظاهرها وأشكالها سواء كانت مادية أو غير مادية. الحس الوطني الذي نفتخر به لدى جلالته في هذا الميدان هو أن المغرب يجب أن يسير إلى الأمام ليعرف بنفسه، وخير سفير للمغرب هو الثقافة، ومن ثم فإن الكتاب هو رسول الثقافة. الكتاب الآن ورقي، يمكن أن يتحول إلى رقمي، بس الكتاب دائما حاضر أمامنا. والمكتبة الوطنية هي مرجعية كبيرة للباحثين سواء كانوا مغاربة أو أجانب، ويجب أن يجدوا فيها الكتب التي تترجم أو تتكلم أو تحكي عن هذه الدولة التي تعتبر من الدول ذات الاحترام والتقدير، خصوصا في الميدان الثقافي والميدان الفني. فمن ثم يمكن أن تظهر كثير من الدول بمظاهر أخرى مادية أو غير مادية، لكن بالشكل المميز بالصيغة المغربية، إن في الكتابة أو في الفن أو في القضاء أو في الفقه. هنا أحببنا أمكارينا، هناك صيغة مغربية جميلة ذات أسلوب حضاري يجب أن نبلغها للآخرين بجميع الوسائل، ومن بين وسائل التبليغ هو الكتاب. فبالتالي فإن المكتبة هي تعتبر سفير في الداخل والخارج، ودعمها هو واجب على كل مغربي. ونحن بهذا التبرع البسيط بالهبة لهذه المكتبة، ونريد بذلك أن تكون هناك رسالة لكل المثقفين الذين لديهم ذخيرة من الكتب تخص بصفة خاصة المملكة المغربية ووصلوا إلى سن معينة، أن يقوموا بإهداء هذه الكتب للمكتبة الوطنية أو أي مؤسسة عمومية أخرى التي ستحافظ عليها. لأنه يحز في النفس أحيانا أجد كتبا، ووجدت العديد منها لشخصيات أعرفهم، تباع تلك الكتب متفرقة في الأسواق في المدينة العتيقة. هذا مؤسف جدا ومظهر غير حضاري. فكأنه يريد بذلك أن أوجه رسالة متواضعة إلى من له كتب أن يعمل على إهدائها لجهة عامة بصفة خاصة المكتبة الوطنية، لينتفع بها الجميع ولا تذهب إلى الضياع. تحتفي اليوم المكتبة الوطنية بالأستاذ والدكتور والقاضي سيدريس الضحاك، الذي أهدى خزانته أو خزانة كتبه وأرشيفه الأدبي إلى المكتبة الوطنية. أستاذ دريس الضحاك هو شخصية معروفة في مجالها العلمي الأكاديمي من خلال كتبه، دراساته، بحوثه، وأيضا من خلال المناصب التي تقلدها، سواء تعلق الأمر بالقضاء أو تعلق الأمر بالدبلوماسية كسفير لسوريا مثلا، أو تعلق الأمر أيضا بترأسه لمجموعة من المؤسسات المعتبرة في مجال القانون والحوار الاجتماعي وما إلى ذلك. خزانة الدكتور والأستاذ دريس الضحاك خزانة غنية متميزة، وربما ستسد ثغرة كبيرة في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية. أولا لندرة الكتب التي تتوفر عليها، خصوصا وأنها لا تحتوي على كتب باللغة العربية، بل كتب باللغة الإسبانية وباللغة الإنجليزية،
وهي كتب خاصة تتحدث عن المغرب وصدرت في فترات أو في القرن الماضي وقبل القرن الماضي، يعني تعد كتب نادرة ومهمة جدا، سيستفيد منها الباحثون والدارسون ليس فقط في المغرب بل أيضا في شمال إفريقيا أو في الدول العربية وغيرها. من جهة ثانية لابد أن نشير أن هذه المكتبة أو هذه الخزانة هي تتنوع أيضا من حيث المحمولات، فهناك المخطوطات وهناك الكتب الحجرية وهناك الكتب النادرة وهناك أيضا الأرشيف الأدبي الذي هو عبارة عن مجموعة من الصور النادرة المهمة، مجموعة من الخرائط. وأنتم تعلمون بأن الأستاذ دريس طحاك هو من المختصين القلائل في قانون البحار، وبالتالي له الكثير من الأرشيف الذي سيستفيد منه الباحثون، والذي على كل حال هذا الأرشيف يلقي الأضواء الكاشفة على مجموعة من القضايا والخلافات العالمية المتعلقة بالحدود البحرية.